ثمينة خرج بها المنتخب الوطني المرابطون من لقاء غامبيا الأخير جعلته في المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف الكاميرون وبفارق نقطة واحدة ضمن مجموعته. منتخب غامبيا حسابيا خرج من حسابات المجموعة ومن المنافسة بشكل نهائي، في جعبته نقطتان وله لقاءان متبقيان، الأول ضد الكاميرون على أرضها والثاني أمام جنوب إفريقيا. الصراع الآن بين 3 منتخبات أو قل منتخبان. بإحصائية المنتخبات الثلاثة موريتانيا الكاميرون جنوب إفريقيا يصبح منتخب البافانا أقل حظا. وفي الإحصائية الثانية تنحصر المنافسة بين موريتانيا ومنتخب الكاميرون. أسود الكاميرون يتبقى لها لقاءان، الأول ضد منتخب غامبيا على أرضها والثاني ضد موريتانيا هنا في الملعب الأولمبي. كذلك منتخب المرابطون يتبقى له لقاءان، الأول ضد الكاميرون هنا والثاني ضد جنوب إفريقيا على أرضها. بعد نقطة ملعب بيكاو الثمينة، هل يواصل المنتخب الوطني المرابطون في الصعود عبر سلم تصفيات بطولة الأمم الإفريقية الذي تعود على النزول معه طيلة حقبه الماضية بدل الصعود المفاجئ هذه المرة؟ حمود العمر لقناة المرابطون من ملعب الاستقلال في مدينة باكاو غامبيا.